من الطرق المهمة جدا في حساب السيريز سوليوشنز بتاعت الديفرنشال ايكويشنز هي الطريقة بتاعت بيكارد. بيكارد بيستخدم ابروتش مختلف شوية عن الباور سيريز وعن التيلور سيريز عن طريق ان هو بيعمل سكسيسيف انتجريشن بالشكل ده. والطريقة دي بتبقى مفيدة جدا وكويسة جدا، تنفع معنا لما يكون الديفرنشال ايكويشن بتاعتنا فيرست اوردر، لان احنا بنعمل انتجريشن، فالانتجريشن بتاع فيرست اوردر بيكون سهل، اسهل من الاوردرز الاعلى من كده، لكن ده مش معناه ان هي ما تنفعش مع الاوردرز الاعلى من كده. فالطريقه بتقول ان انا لو عندي ديفينيشال ايكويشن فيرست اوردر بالشكل ده، واي داش بيساوي اف اوف اكس واي، وانا عارف قيمه الواي عند نقطه معينه اللي هو الانيشال كونديشن بتاعي. فالبيكارد ميثود بيقول ببساطه ان انا اول حاجه اعملها نعمل انتجريشن، يبقى اقول ان الواي عباره عن ايه؟ انتجريشن للفانكشن دي من اي لاكس على حسب قيمه الاي دي اللي هي النقطه الابتدائيه اللي نعرف عندها الفانكشن، لقيمه الفانكشن دي زائد كورسانت بتاع التكامل اللي هو السي. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا احنا التكامل ده ما نقدرش نحسبه لان احنا ما نعرفش واي علاقتها باكس ايه، يعني ما نعرفش واي بتعتمد ازاي على اكس، فاحنا ما نقدرش نحسب التكامل ده. فاحنا بنحل الحكايه دي بالسكسيسيف ايتريشنز، بمعنى ان اول ايتريشن او اول اسامبشن بنفرضه، بنفرض ان الواي هي السي اللي هو الانيشال قيمه، الانيشال قيمه الواي عند الانيشال كونديشن، بفرض ان هي دي الواي بتاعتي وعوض بيها هنا اهو في الفانكشن دي، فخلاص كده واي تعرفي كده انا اقدر احسب التكامل وعوض بحدود التكامل اللي هي من ال اكس حسب نقطه ايه اللي عندي، لو كانت صفر يبقى اوكي، لو كانت اي حاجه غير صفر يبقى معوض بنقطه ايه، واحسب قيمه الفانكشن دي. الناتج النهائي اللي هيطلع لي ده اللي هي واي، هسمي دي وليكن مثلا واي 2، يبقى اول واي عوضنا عنها هنسميها وليكن واي 1 عشان بس ايه نفرق ما بين الايتريشنز اللي احنا بنستخدمها. والناتج اللي هيطلع لي هنا اهو هسميه واي 2، واي 2 اللي طلعت لي دي اروح ارجع اعوض بيها هنا اهو في الانتجريشن تاني، واحسب الانتجريشن من جديد واجمع معاه الكونستانت ده، والناتج ده كله على بعضه هسميه وليكن واي 3. بعد كده واي 3 اللي طلعت عندي دي اروح ارجع اعوض بيها هنا تاني في الفانكشن، واحسب الانتجريشن من جديد واجمع معاه الكونستانت واسمي الناتج واي 4، واكرر الحكايه دي باستمرار لحد الاكيورسي اللي انا عايزها في الحل. وكده هتلاقي ان احنا باستمرار كل ما بنعمل انتجريشن زياده بنحصل على تيرم جديد في السيريز، كل ما نعمل ايتريشن ثانيه زياده بنحصل على تيرم جديد في السيريز، فلاقي ان مع السكسيسيف ايتريشنز دي بتتكون عندي السيريز، فطلع لي السيريز سوليوشن بتاع الديفرنشال ايكويشن. خلينا ناخد مثال على الحكايه دي. لو انا عندي ديفرنشال ايكويشن بالشكل ده، واي داش بيساوي اكس زائد واي زائد 1، هنعمل ايه؟ اول حاجه نعملها نروح نعمل انتجريشن للطرفين، يبقى الواي بتاعتي عباره عن تكامل، هنفترض ان دي الانيشال كونديشن عندي ان قيمه واي بتساوي سي عند اكس بتساوي صفر طالما هو مش كاتبها لي، يبقى واعمل بقى انتجريشن، يبقى واي هتساوي سي زائد تكامل من 0 لاكس لقيمه الفانكشن اللي هي اكس زائد واي زائد 1. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل فيرست ابروكسيميشن ان انا اقول ان واي 1 بتساوي سي اللي هو الانيشال كونديشن اللي عندي، يبقى اعوض اشيل الواي ده واحط بدلها سي، واحسب الانتجريشن واجمع مع الكونستانت. فده هيديني ايه؟ لما اجي احسب الانتجريشن ده يديني ايه؟ هعوض هنا في الانتجريشن عن الواي اللي هي الواي 1 اللي هي الكونستنت بتاعي اللي هو السي ده، واحسب الانتجريشن، يبقى الكونستنت ده يفضل زي ما هو، واعمل انتجريشن من 0 لاكس، الاكس هتبقى اكس تربيع على 2، السي هتبقى سي اكس، الواحد هتبقى اكس، وبعوض بحدود التكامل من 0 لاكس، فدول هيفضلوا زي ما هم لان الليمت الترم او يعني الحد بتاع الزيرو هيديني صفر، فيطلع لي دي القيمه بتاعت الواي، واسمي الناتج ده اللي هو ايه؟ واي 2. بعد كده اخد واي 2 اللي طلعت لي دي واعوض بيها في الانتجريشن تاني، يبقى اشيل واي 1 واحط بدلها واي 2 اللي هو الكلام ده كله، واعمل له انتجريشن من جديد. فهنوصل لايه؟ هنوصل لاني واي 3 عباره عن سي زائد تكامل من 0 لاكس، واشيل احط هنا واي 2 لان انا حسبتها. يبقى ده هيديني ايه؟ لما اعمل انتجريشن للفانكشن دي ده يدينا ايه؟ ناخد بالنا ان احنا هنا بنعمل انتجريشن لمين؟ بنعمل انتجريشن لاكس زائد واي 2 زائد 1، دي كلها على بعضها اللي هي واي 2، هجمع معاها اكس زائد 1. فلو احنا جمعنا التيرمات مع بعض، انا عندي هنا اكس وعندي هنا سي اكس وعندي هنا اكس، فده عباره عن ايه؟ سي زائد 2 في اكس، لما اجمع دول مع ده يديني سي زائد 2 في اكس. وبعدين انا عندي هنا سي وعندي هنا 1، يبقى ده سي زائد 1 يتجمعوا مع بعض. وبعد كده اللي اتبقى لي من واي 2 ايه كمان تاني؟ اتبقى لي اكس تربيع على 2. كل دول يعني بعد ما اجمع الحاجات دي اروح اعمل لها انتجريشن. يبقى السي زائد 2 اللي هي سي اكس زائد اكس زائد اكس، سي زائد 2 اكس لما اعمل لها انتجريشن يديني ايه؟ سي زائد 2 اكس تربيع على مضروب 2. والاكس تربيع على 2 لما اعمل لها انتجريشن هيديني ايه؟ اكس تكعيب على 3
مضروبة تحت في 2 اللي هي كأنها مضروب الثلاثة. وبعد كده انا كان عندي هنا سي وعندي هنا واحد، يبقى سي زائد واحد لما اعملها انتجريشن يديني سي زائد واحد مضروبه في الاكس، وانا عندي اصلا هنا ايه كونستانت، يبقى ده كونستانت هيفضل زي ما هو. خلينا ناخد بالنا ان كونستانت بره الانتجريشن، يبقى ناخد بالنا ما نغلطش، يعني نعمل الحكايه دي على اكتر من خطوه. يبقى اول حاجه ادي الواي 2 عندي ايه، اروح اجمع معاها اكس زائد واحد، يبقى اجمع الحاجات دي مع بعض، اجمع معاها زائد اكس زائد واحد، وبعدين اجمع الترمات اللي زي بعض مع بعض، الترمات بتاعت اكس مع بعض يديني سي زائد 2 في اكس، والترمات اللي هي ما فيهاش اكس خالص مع بعض هيديني سي زائد 1، والترمات اللي فيها اكس تربيع هيديني بس الترم ده. كده احنا انا حسبت الحسبه اللي هي جوه القوس. بعد كده اعمل لها انتجريشن فيديني الثلاث ترمات دول. وفي عندي اصلا كونستانت مجموع معايا قبل الانتجريشن، يبقى زائد الكونستانت عندي زي ما هو. كده يبقى احنا حصلنا على مين؟ على واي 3. هنعمل نفس الحكايه بالظبط، هنعوض هنا وهنشيل الواي 2 نعوض عنها بواي 3، نجمع معاها اكس 1 ونحسب الانتجريشن من جديد، فنحصل على واي 4. لو جينا عملنا الحكايه دي هلاقي دي انا عندي واي 3 اهو، ادي ايه الواي 3، لما اجمع معاها اكس زائد 1 فده يديني ايه؟ انا عندي هنا سي زائد 1 اكس، ولما اجمع معاها اكس فده يديني ايه؟ سي زائد 2 اكس. احنا كده بنحسب بس القوس هنا الاول قبل ما نعمل الانتجريشن، سي زائد 2 اكس، وبعدين هنا عندي 1 وعندي هنا سي، فده يديني سي زائد 1. وبعدين يتبقى لي ايه من واي 2؟ هيتبقى لي الترم بتاع الاكس تربيع والترم بتاع الاكس تكعيب. يبقى لما اجي اعمل انتجريشن هيديني ايه؟ هنا سي واحنا قلنا معانا الواحد. اعمل لهم انتجريشن فيديني سي زائد 1 اكس. وبعدين سي زائد 1 وانا كان معايا هنا اكس، يعني سي زائد 2 اكس، لما اعملها انتجريشن فيديني سي زائد 2 اكس تربيع على مضروب 2. بعد كده الترم ده ما كانش مجموع مع حاجه فهعمل له انتجريشن على طول، يبقى سي زائد 2 اكس تكعيب على 3 تحت مضروب في مضروب 2 فده يديني مضروب 3. بعد كده ده هيبقى اكس اس 4 على 4 في مضروب 3 اللي هو مضروب 4، وما ننساش الكونستانت اللي قبل الانتجريشن. كده بقى احنا حصلنا على واي 4. نفضل نعمل السكسيسيف ايتريشنز دي لحد ما نوصل او لحد ما نقف عند الترم اللي احنا عايزين نقف عنده. فدي الطريقه بتاعت البيكارد، ان هو بيستخدم ابروتش مختلف، ان هو بيعمل سكسيسيف ايتريشنز على الانتجريشن بتاع الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن دي، وكل ما يطلع قيمه للواي يعوض بها مره ثانيه ويحسب الانتجريشن من جديد، فيفضل كل شويه كل ايتريشن جديده بيعملها يظهر له ترم جديد في السيريز، وفي النهايه يحصل على السيريز سوليوشن بتاع الديفرنشال ايكويشن. عشان كده احنا قلنا الطريقه دي تبقى سهله وكويسه ان احنا نقدر نستخدمها لما تكون الديفرنشال ايكويشن اللي عندي فيرست اوردر، عشان نقدر نحسب التكامل ده بشكل سهل وبسيط. يبقى دي باختصار الطريقة بتاعت البيكارد سوليوشن.